مساء الخير. إلى العناوين: سعودي ضمن قائمة أفضل 50 قيادي في مجال تسويق الفنادق على مستوى العالم. نتعرف فيها هل اليوم على قصة شاب تحدى الإعاقة بقوة الإرادة. الزهايمر هل يصيب الشباب؟ مختص يجيب. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. البداية بأخبار وزارة الصحة وجديد فيروس كورونا، حيث أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 40 مليونا. أهم الأرقام المتعلقة بإعطاء الجرعات، الحمد لله الجرعات تتجاوز 40 مليون وتقترب من 40 مليون جرعة معطاة، وإجمالي من استكملوا التحصين وأتموه بالجرعتين يتجاوز 17 مليون و700 ألف، ولله الحمد. نذكر الجميع بأهمية المرحلة القادمة، أهمية استكمال الجرعتين لاستكمال التحصين، و نشارك معكم كما اعتدتم الأرقام والإحصائيات حول المملكة، سواء الحالات المؤكدة، حالات التعافي، حالات الوفيات، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، كل بياناتها وبالتفصيل تجدونها وأكثر من ذلك، وعلى مستويات متعددة من التفصيل موجودة على موقع المخصص لكوفيد 19 في المملكة العربية السعودية، وتجدون دائما في التحديثات أولا بأول. نشير إلى أن عدد الحالات الحرجة يصل حاليا إلى 343 حالة حرجة، نسأل الله أن يمن عليهم بالسلامة. من جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أن تطبيق تجاري يتيح الاطلاع على جميع التخفيضات ومصداقيتها. اليوم الوطني من المناسبات السعيدة والعظيمة والرائعة جدا اللي تكثر فيها العروض والتخفيضات، وهذه طبعا هي موجهة بالدرجة الأولى إلى المستهلك وترخص لها الوزارة إلكترونيا، لذلك لابد من التذكير ألا نجعل هذه العروض والتخفيضات والتسوق والتزاحم سبب في زيادة الحالات، لنجعلها سببا في زيادة الالتزام واستقرار الوضع الصحي اللي احنا نعيشه الحمد لله في المملكة. حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 2700 منشأة ومتجر إلكتروني استخرجت تراخيص للتخفيضات في موسم اليوم الوطني. لابد لكل منشأة أو متجر إلكتروني يحصل على ترخيص من وزارة التجارة ويبرز في المحل أو حتى في المتجر الإلكتروني. لابد لكل منشأة أو متجر إلكتروني يوضح نسبة الخصم، السعر قبل والسعر بعد التخفيض على بطاقة المنتج. الأمر الآخر أو الأمر الثالث، التأكد من صحة التخفيض وأنه حقيقي وليس وهمي، وذلك بمسح الباركود الذي يكون في تطبيق بلاغ تجاري. وفي السياق ذاته أوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي أن المملكة دعت في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية المعنية بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، دعت إلى جعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة. لتوضيح البيان المعلن بشأن موقف المملكة في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، والتي دعت فيه المملكة أن تتحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد بأن لا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم. أطلقت وزارة السياحة مؤخراً برنامج معسكر رواد السياحة، وهو برنامج تدريبي مكثف يمكن رواد ورائدات الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي لبناء مهاراتهم الريادية وتحويل أفكارهم إلى نماذج مبتكرة قابلة للتطبيق. واحد من المعسكرات المهمة المؤهلة الجميلة، يسعدنا أن نوسع الحديث عنها في أهل اليوم بهذا الاتصال الهاتفي مع المهندس أنس الشاعر، وهو مدير عام إدارة دعم المبتكرين ورواد الأعمال بوزارة السياحة. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج.
حياك الله أخوي مفرح، شكرا لك وشكرا لاستضافتكم في يا هلا، ومسي على السادة المشاهدين بكل خير. حياك الله. معسكر الرياض، الخبر جدة، اختتمت أمس تقريبا جدة والخبر، حدثنا عن أبرز ما دار في هذه المعسكرات الثلاث قبل أن ننتقل للحديث عن القادم. طبعا برنامج معسكر رواد السياحة مفرح هو عبارة عن رحلة متكاملة تبدأ من بناء العقلية الريادية وتطوير المهارات الأساسية لرواد الأعمال، أيضا إعطائهم الأدوات اللازمة لبناء مشروع ريادي متكامل للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في القطاع السياحي. يمكن نقدم الجدير بالذكر هنا أنه نقدم هذه المعسكرات عن طريق خبراء من مؤسسات تعليمية رائدة في العالم. البرنامج هو أحد برامج دعم المبتكرين ورواد الأعمال مثل ما ذكرت ضمن استراتيجية تنمية القدرات البشرية السياحية. يعني من أهم الأشياء اللي يتضمنها برنامج معسكر رواد السياحة هو تقديم ورش عمل مكثفة، لقاءات ريادية، جلسات إرشادية، أيضا عرض للنماذج الأولية المبتكرة، والتدريب على عرض المشاريع أمام لجنة التحكيم. بدأت بثلاثة معسكرات، الرياض، جدة والخبر، اختتمت البارح. نقدمها من خلال 15 معسكر تدريبي، هدفنا الوصول إلى كل رواد ورائدات الأعمال في مناطقهم في المملكة العربية السعودية. جميل. عبر ثلاث جولات، كل جولة عبارة عن خمس معسكرات تغطي كامل مناطق المملكة. ماذا عن المعسكرات القادمة مهندس؟ أعتقد تبوك وأبها إن لم يعني تخني المعلومة. بكل تأكيد صحيح مفرح، المعسكرين القادمة هي تبوك وأبها، سنعلن إن شاء الله قريبا الجولة الثانية والمناطق المستهدفة، الخمس مناطق المستهدفة في الجولة الثانية، وتباعا الجولة الثالثة نتوج ختام هذه المعسكرات بحفل ختامي نتوج فيه أفضل 10 مشاريع ريادية يتم اختيارها من قبل لجان مختصة. يسعدني أيضا أن أعلن أنه ستتبنى وزارة السياحة النماذج الرائدة من خلال برنامج متابعة لاحق لأفضل 30 مشروع ريادي من قبل خبراء مختصين في القطاع السياحي. يا سلام. نقدم لهم جلسات الإرشاد والتوجيه لمدة 3 أشهر بعد انتهاء أعمال برنامج معسكر رواد. جميل، لـ30 مشروع ستتبنون؟ صحيح. والله هذه معلومة جميلة جدا، أشكرك أنك ذكرتها. أخيرا، الرسالة اللي أنتم حابين توصلونها من خلال هذه المعسكرات لكل الرواد المهتمين بهذا المجال، سواء اللي شاركوا معكم في هذه المعسكرات أو اللي جالسين يتابعونا وإن شاء الله يشاركوا في المرات القادمة. مفرح، الحمد لله المملكة العربية السعودية في ظل قيادتنا الرشيدة حققت مراكز متقدمة جدا على عدد من الأصعدة في مختلف تقارير المؤشرات التنافسية العالمية. تحقيق المملكة مؤخراً المركز السابع عالمياً في مؤشر حالة ريادة الأعمال ما هو إلا دليل على قدرتنا على المنافسة عالمياً في هذا القطاع. قطاعنا السياحي واعد جداً، مثل هذه البرامج تخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار، تعزز قدرات المبتكرين ورواد الأعمال التنافسية في القطاع السياحي، أيضاً تشجع ثقافة ريادة الأعمال للمساهمة في تحقيق زيادة معدلات تأسيس الشركات الناشئة الجديدة اللي بحول الله وقوته تكون قادرة على المنافسة والنمو عالميا. جميل جدا مهندس أنس، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أشكر المهندس أنس الشاعر حقيقة، مشروع كبير جدا، دعم كبير من وزارة السياحة يستاهلون هؤلاء الرواد. الشكر أيضا للأستاذ عبد الله الخيال على كل تنسيقه لهذه الفقرة ولهذا الظهور معنا، وبالتوفيق لهم في المعسكرين القادمين. بعد هذا الفاصل ألتقيكم مع فراس العسكر الشاب السعودي الذي اختير ضمن قائمة أفضل 50 قياديا على مستوى العالم.
الشباب السعوديون قادرون على صنع التميز أينما وضعوا، قادرون على الوصول إلى المستقبل الذي يليق بأحلامهم، قادرون على جعل الواقع أكثر نجاحاً. وأولئك الذين يشككون في قدرات الشباب السعوديين لا تصدقوهم، لأن الواقع يقول عكس ذلك. فراس العسكر، احفظوا هذا الاسم جيداً. هذا الشاب السعودي صنف ضمن قائمة أفضل 50 قيادياً في مجال تسويق الفنادق على مستوى الشرق الأوسط في التصنيف الذي أصدرته مجلة هوتلر العالمية. معي هنا في الاستديو فراس الذي أشرف باستضافته اليوم والحديث معه. فراس مساء الخير وأبارك لك هذا التصنيف. مساء النور، الله يعطيك العافية أخوي فرح، ما قصرت. أول شيء كلمنا عن التصنيف، يعني أعتقد أنه شيء محفز وسعيد لكل شخص ممكن. صحيح. كيف تلقيت الخبر ومدى شعورك بمثل هذا الاختيار؟ والله الحمد لله دائما وأبدا أنا سعيد جدا بهذا التصنيف، وسعيد أيضا لأني مثلت المملكة في هذا المحفل، وهذا شعور بلا شك يدعو الفخر والاعتزاز، وما هو إلا بداية في قصة نجاح ومسيرة إن شاء الله من التميز الذي إن شاء الله نطمح لها في المستقبل. أبغى أخذ هذه القصة وهذه المسيرة. يمكن اسم فراس عرفناه مع التصنيف اللي طلع، لكن أكيد أنه خلف هذا التصنيف مسيرة كبيرة جدا في العلاقات وفي التسويق. نعم. من وين بدأ فراس؟ فراس طبعا بدأ منذ دراسته للجامعة. أنا بدأت بالعمل في أثناء دراسة طبعا الجامعية في مجال الفنادق، أصبح كان عمل جزئي على ما يقولون. فمن هذاك الوقت وجد الشغف في العمل في قطاع الفندقة والضيافة. بعد خروج من الجامعة أكملت مسيرتي في العمل في قطاع الفندقة، وعملت مع عدة فنادق لعل مؤخرة كانت فندق ريد كارلتون رياض، بدأت معهم ومن ثم تدرجت في العمل في الفندق حتى وصلت إلى ما وصلت عليه. لكن التخصص أثناء الدراسة الجامعية فراس إيش كان بالضبط؟ تسويق أيضا. تسويق؟ نعم. تسويق بشكل عام. نعم. وش اللي خلاك تتجه إلى قطاع الفنادق؟ والله شوف، قطاع الفنادق يندرج تحت مسمى تسويق الخدمات. التسويق اليوم لو بنعرف التسويق هو عبارة عن قسمين، قسم تسويق المنتجات وتسويق الخدمات. التسويق الفنادق يندرج بشكل كبير تحت تسويق الخدمات. أنا كان عندي شغف وكان عندي اهتمام كبير في مجال تسويق الخدمات، لأن كانت الفنادق طبعا هي أحد الركائز الأساسية في هذا المجال. فمن هنا بدأت مسيرتي في عالم الفنادق. حلو. التسويق لما دخلت بداية أثناء المرحلة الجامعية كان هو يعني مبني على رغبة منكم من جواتك وشغف أنه أنا حاب هذا المجال، ولا كان اختيار جامعي يصير مثل ما تصير اليوم كثير من التخصصات؟ لا الأمانة كان مبني على شغف، مبني على شغف. أنت يعني مقرر من البداية؟ مقرر من البداية طبعا، وفي هذا المجال وفي هذا التخصص. طبعا منذ الصغر وكنت أحب أن أكون دائما في الواجهة ودائما أبرز في عدة محافل في التقديم والإلقاء وما إلى ذلك، ومن بعد ذلك يعني خلينا نقول وجدت عندي هذه المهارة ودخلت السوق بناء على هذا الشغف. جميل. أثناء الدراسة الجامعية وين عملت؟ أثناء الدراسة الجامعية عملت في أحد فنادق 5 نجوم في مدينة الرياض، طبعا كان عمل جزئي في الأقسام العملية بار تايم، ومن بعد ذلك عملت في كذا فندق. الوظائف المتاحة الجزئية كانت جدا محدودة، فكنت أبحث عن الفرص المتاحة ومن ثم أنضم إليها بما يتناسب طبعا مع وقت دراستي ووقت عملي. حلو. خلصت الجامعة؟ أنهيت الجامعة ثم انضميت إلى أحد فنادق 5 نجوم في مدينة الرياض، عملت معهم كممثل تسويقي في البداية، ثم كإيش عفوا؟ كممثل تسويقي. يعني ممثل تسويقي طبعا تعمل في قسم التسويق، تكون حاضر في المؤتمرات، حاضر في المحافل اللي يبرز فيها اسم الفندق، تكون ممثل الفندق وممثل الجهة بشكل كبير. بعد ذلك انضميت الى فندق ريتز كارلتون رياض. طبعا فندق ريتز هو خلينا نقول معلم من معالم مدينه رياض الذي طبعا يتميز في اسمه. بدات من الفندق ومن ثم استمريت في مجال لحد ما وصلت الى ما وصلت عليه اليوم. جميل، وبالتوفيق ان شاء الله والى مسيره مستقبليه اكثر نجاحا باذن الله. بلا شك انه فندق ريتز يعني مكان كبير وعظيم بالذات للناس اللي في هذا المجال، لكن قبله أيضا أنت عملت في فنادق 5 نجوم، وش اللي اختلف؟ والله شوف، ريتز كارلتون اليوم هو اسم عالمي، هو شركة عالمية متميزة ومتصدرة في فنادق 5 نجوم على مستوى العالم. فاليوم أنت لما تعمل في بيئة عالمية، بيئة متصدرة في هذا المجال، أن تحتك بخبرات، تحتك بكفاءات عالمية، تستفيد من خلال احتكاك منهم في العمل،
وينعكس عليك بشكل مباشر في أثناء عملك وأثناء تعلمك ومسيرتك التعليمية في العمل. جميل. من خلال متابعتك فراس ومعرفتك بهذا المجال، وش أبرز المعايير اللي ترتكز عليها مثلا مجلة هوتلرر علشان تصنف؟ والله شوف، نجاح كل مسوق يعتمد على نجاح المنتج الذي يسوق له. فاليوم لما المجلة تنظر إلى فندق ريتز كارلتون الرياض، أحد أهم المعالم في المدينة، لما مجلة اليوم تنظر إلى أن الفندق هو الوجهة الأولى لاستضافة الأحداث والمؤتمرات العالمية والمحلية، من خلف هذا التصدر، من خلف إبراز هذا النجاح، هو جهود شباب يعملون في هذا القطاع. فمن هذا المنطلق المجلة بدأت تقيس على حجم ظهور الفندق، ومن عقبها أصبحت المجلة وقع اختيار مجلة علي في هذا التصنيف. جميل. أنت تقريبا من 5 سنوات في الفندق، صحيح؟ خلنا نقول وش أبرز أو أصعب المراحل اللي مرت عليك؟ والله شوف، أنا أعتقد إذا وجد الشغف والطموح أي، فجميع العواقب سوف تتيسر. الشغف والطموح الحمد لله وجد عندي من بداية دخولي لهذا المجال ودخول الفندق، فما واجهت صعوبات كبيرة لأني كنت قادر على التعامل مع كل الصعوبات بالتعلم. بالتعلم. فأنت اليوم لما تخطئ، اليوم لما تحتك بكفاءات، تعلم منهم بشكل مباشر. لعلي أذكر يعني أنا دائما في كل نجاح وفي كل تميز هناك أشخاص يكون لهم فضل بشكل، خلينا نقول بعد الله طبعا، فضل مباشر وغير مباشر على تميزك. أنا في الفندق مثلا أحد الأشخاص، أستاذ مدير عام فندق ريتز كارلتون الرياض الأستاذ محمد مرغلاني، هو أحد الأشخاص الذي أثر علينا بشكل مباشر في مرحلة التعلم، مرحلة التطوير. يعني إذا ذكر اسم هذا الشخص فتجد الجميع يمتن له في حجم الدعم تلقاه منه، الدعم المعنوي. فدائما هناك أشخاص أن تحتك بهم، خبرات وكفاءات تحتك بهم، هم السبب الأساسي في مرحلة تعلمك في هذا المجال. ناهيك طبعا عن الأنشطة اللي تقوم بها أثناء. طيب يعني ما شاء الله، إحنا شفنا الفندق احتضن تقريبا أكبر وأفضل المحافل، يعني يمكن منتدى الاستثمار اللي أقيم هناك يمكن، صحيح، كان وغيرها الكثير. وش أكثر ذكرى لك خلال هذه 5 سنوات أنت معتز فيها اليوم لما تسترجعها بينك وبين ذاتك تقول الحمد لله أني عشت المرحلة هذه؟ والله شوف، لكل حدث ولكل مؤتمر ولكل فعالية أقيمت لها ذكراها. لما تقام فعالية بحجم فعالية منتدى الاستثمار، فأنت اليوم تكون بين نخبة العالم أجمع فيما يتعلق بمجال الاستثمار، فأنت ترى كيف طريقة تعاملهم مع بعضهم، فترى أنك تتعامل مع كفاءة عالمية لما تتواصل معه بشكل مباشر، تتعلم بعض المتعلقات من هذا الشخص. فأعتقد المنتديات العالمية تقيمت في الفندق خلال السنوات الماضية كان له دور كبير أيضا في شعور بالفخر والاعتزاز والتعلم منهم بشكل مباشر. جميل. فراس، يمكن إحنا وهذه نقطة الحين إحنا جالسين نتجاوزها ولله الحمد، تعودنا أنه مثل هذه المجالات اللي يشغلها ما يكون سعوديين، يعني في سنوات كثير سابقة كانت الفكرة هذه تشغلك أو تشغلك الآن؟ والله شوف، ما أعتقد اليوم بالذات إيه؟ أو في خلال 3 سنوات الماضية أي شخص خلنا نقول يفكر بهذا المنطق، لأنه مع وجود رؤية واضحة، رؤية سمو سيدي ولي العهد، رؤية 2030، وجود قائد طموح سمو ولي العهد، أنا ممكن يفكر بها بهذه الأمور، لأنه أصبح اليوم العمل أو أصبح خلنا نقول التطوير اليوم على أوسع أبوابه في شتى المجالات. أعتقد إطلاق برنامج التنمية البشرية قبل أيام كان أيضا بسيط أكبر فيما يتعلق بهذا المجال. اليوم الفرد السعودي عنده خلينا نقول عنده مجال تطوير في كافة الأصعدة في كافة المجالات، فأعتقد اليوم ما أحد ممكن يقلق من هذا الموضوع إطلاقا. جميل. الفريق اللي معك أو اللي حولك اللي عملت معهم اللي تصادفهم في الفنادق من الشباب السعوديين، أي، كده بحياد تام، كيف تصف قدراتهم وإقبالهم على هذا العمل والمستقبل فيه؟ والله شوف، أنا أحتك اليوم بشباب طموح، شباب عندهم شغف عالي في العمل في كل ما يقومون به في الفندق، الأقسام الإدارية، الأقسام العملية، حتى الأقسام الغير إدارية أيضا اليوم لها نصيب كبير في استقطاب هذه الكفاءات وهذا الشباب. اليوم أصبحت البيئة محفزة، بيئة نامية. اليوم البلد مقبل على 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 سياحة، مقبل على خلينا نقول تطوير بشكل كبير جدا، فاليوم أصبحت البيئة جدا محفزة للعمل فيها.
من شباب وشابات سعوديين. عظيم. خلال هذه المسيرة إذا بختار أبرز ثلاث نقاط مضيئة أضافت لك في حياتك أو 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 تحس إنها هي كانت نقاط التحول الحقيقية، وش هي؟ والله شوف أنا أعتقد ثلاث. والله شوف أنا دائما أقول التعلم هو أساس كل نجاح، التعلم والشغف والعزيمة. إذا تعلمت وكان عندك الشغف وكانت عندك العزيمة لتحقيق ما تعلمته، فأعتقد أن هذا بهذه النقاط ستكون ملهم وستكون ناجح وستكون يعني مطور في نفسك بشكل كبير. هذا الواقع والمستقبل اللي يطمح له اليوم فراس، عينك لوين رايحة؟ طموحك، أمالك؟ والله إحنا نقول طموحنا عنان السماء كما قالها سمو سيدي، فإحنا اليوم نظرتنا إلى مستقبل كبيرة، إحنا اليوم شباب طموحين متصدرين على كافة الأصعدة، وبإذن الله إحنا سنحتل نقول مكانة عالمية في كل ما يتعلق مجال الفندقة والسياحة. جميل. اليوم فراس أنت تعمل في مكان يزورونه الناس من كل مكان في العالم، يعني يأتيكم من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، وانت بحكم تخصصك لابد ان تكون على تواصل مع اغلب الشخصيات اللي صحيح موجوده. صحيح. وش ابرز الانطباعات اللي تؤخذ سواء يعني في الفندق في السياحه السعوديه اجمالا اللي توصلك؟ والله شوف احنا بطبيعتنا شعب مضيف، فما اعتقد راح نواجه عقبه كبيره في التعامل مع السياح. شعب سعودي هو طبيعته شعب مضيف. اليوم السياحه اصبحت يعني في نمو كبير، اليوم نشوف الانشطه اللي تقوم بها وزاره السياحه أنشطة غير عادية، طبعاً تشارك مع عدة قطاعات، فأعتقد اليوم أو المستقبل خلنا نقول مستقبل قريب وليس مستقبل بعيد، هو مستقبل مشرق جداً ومستقبل مقبل على كم هائل من التطور في مجال السياحة. جميل. اليوم أيضاً فراس لو في أحد من الجالسين يتابعون الآن شاب أو شابة سعودية جالسين يتابعون وحابين الدخول إلى هذا المجال، إيش أبرز الرسائل أو النصائح اللي ممكن تقول لهم عليها؟ والله شوف أنا دائما في كل مجال سواء مجال الفندق أو مجال السياحة أو مجال الضيافة وما إلى ذلك، أنا أعتقد أن مرحلة التعلم مبكرا هي المرحلة الأولى، هي المرحلة الأساسية اللي خلينا نقول توصلك للطريق الصحيح الذي تعمل عليه في المستقبل. التعلم المبكر. التعلم المبكر، التعلم والعمل المبكر. اليوم أصبحت عندنا منصات التعلم الحر، منصات التعلم المرن، العمل المرن آسف. اليوم أصبح عندنا فرص كثيرة في البلد، طبعا هي فرص وظيفية لكن بنفس الوقت نعتبرها فرص تعلم أيضا. فلما اليوم أنا نصيحة للشباب طبعا أنه وشابات أنه مهما بديت في استثمار مبكرا في نفسك فلن تواجه صعوبة في التكيف مع ما تعمل عليه في المستقبل. عظيم. علشان أنا أنجح في مجال مثل العلاقات والتسويق في القطاع الفندقي، هل أنا بحاجة إلى دراسة وجامعة وتخصص، ولا هذه من الأشياء اللي ممكن تكتسب من غير دراسة أكاديمية؟ خلينا نتحدثك عن موضوع التسويق الفندقي بلا صح. موضوع التسويق الفندقي، ما التسويق هو علم متجدد مبني على أسس ثابتة، فطالما الثوابت موجودة واليوم الجامعات أصبحت تصدر كفاءات يعني خلينا نقول عالمية في هذا المجال، فاليوم أنت ما تتعلم وتبدأ تنمي مهارتك بالتطوير وبالمعرفة فأنت اليوم قاعد توصل الهدف اللي أنت ما توصل له. العمل في مجال الفنادق هو عمل خلينا نقول يعني عمل احترافي، عمل ما أعتقد أن الصعوبة راح تواجه فيه بشكل كبير في أقسام محددة طبعاً وليس في جميع الأقسام. العمل فيه قدرة كبيرة على النمو، قدرة كبيرة على التوسع، على الإلمام بكافة المجالات. حلو. ما زال هناك من يتعامل مع العمل في القطاع الفندقي مثلاً على أنه وظيفة مؤقتة وأنه ما يقدر مثلاً يضمن لي أمان مادي مستقبلي ووظيفي، أنت من خلال احتكاكك بهذا المجال تصادق على هذه المقولة ولا لا؟ تشوف أنه العمل في قطاع الفنادق هو يعطي أمان كبير للمستقبل؟ والله ليس أنا فقط من أقول، يعني أنا أشوف أنه رؤية المملكة وتوجه القائم الآن هو كله هو ما يجيهم على هذه الأسئلة حقيقة. يعني الآن لما تقول استقرار الوظيفة واستقرار في العمل، أنت الآن مقبل على منافس سياحية كبيرة في المملكة، هي تضمن لك الأمان في الاستقرار في عملك، هذا هي من تضمن لك أنك تطور نفسك وأنك تنمو في هذا المجال. اليوم مجال واسع، المجال فيه فرص عظيمة، وأن يغتنمها مبكر هو من
هو من يعني سينجح في النهاية بشكل 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 كبير. جميل. هو أنت يعني يمكن هذه المرة الرابعة اللي تذكر فيها في سالفة التعليم المبكر. نعم. واضح أنها يعني وضعت بصمة مهمة جدا في حياتي. بصمة كبيرة في حياتي، وأعتقد من هنا يعني بدأت فترة التغير اللي شاهدتها في حياتي. على قبل ما أختم، على المستوى القريب المحيط بفراس، يعني لمن تعيد الفضل والشكر قبل ما ننهي هذه الفقرة؟ الفضل وشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أكيد الوالدين يعني الدعوات والتبارك هذه بلا شك، ومن بعد ذلك طبعا كل من احتكيت به خلال السنوات الماضية كان لهم فضل أكبر في تعليم على رأسهم الأستاذ محمد المرقلاني. فراس أنا سعيد جدا باستضافتك، وسعيد أن يكون عندنا كوادر سعودية بهذه الطاقة وهذا الفكر وهذه الثقافة، وإن شاء الله المرة الجاية نلتقي وأنت ضمن قائمة اللي على مستوى العالم بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك فراس. هذا صوت فراس العسكر، وواحد من الكوادر السعودية شابا اللي نفاخر بها كثيرا. هو يؤكد على ثلاثية يرى أنها يمكن أن تكون الطريق للنجاح في مثل هذا المجال: التعليم المبكر، الشغف، العزيمة. بعد هذا الفاصل ألقاكم. فقد ذراعيه لكنه لم يفقد إرادته وعزيمته وقوة حبه للحياة. حالة فريدة من الإصرار تجعلك تعيد تعريف القوة أكثر من مرة. عبد الإله باوزير شاب قادر على إلهامك وخطف إعجابك والمصادقة على أن الإرادة يمكنها بالفعل صناعة المستحيل. بكثير من الاعتزاز معي عبد الإله هنا في الاستوديو. عبد الإله مساء الخير وشكرا كثيرا لقبولك دعوة البرنامج. الله يمسيك بالنور أستاذ مفرح. أبدا اللي أشكرك، الله يعطيك العافية على استضافتكم لي، وأتشرف. الله يسعدك. احنا المتشرفين والسعيدين، واللي بصراحة جالسين نتعلم ما شاء الله من قوتك وإرادتك. الله يسعدك. كمدخل عبد الإله، إذا تسمح لي بعد إذنك، وأنا استأذنتك في هذا السؤال قبل الحلقة، نتحدث عن فقدك لذراعك. أنت ولدت بلا ذراعين، لكن وش الحكاية؟ الحكاية طول العمر اسمها هي خطأ علاجي أثناء عندما كانت الوالدة حاملة فيني. نعم، فتناول الدواء بالخطأ وبعد فترة منع هذا الدواء. لأنه كيف أعطوها دواء بالخطأ؟ دواء بالخطأ هو عن نعم عن بداية الحمل، ولأنه جاب حالات كثيرة يعني مثلي وفاقدين يدين، فاقدين رجل، فاقدين الأربع أطراف أو تشوهات بسبب هذا الدواء. بسبب هذا الدواء. نعم. وشو الدواء؟ والله اسم ما يخطر على بالي، يعني أقصد أنه متعلق بإيش الدواء؟ متعلق في بداية الحمل اللي هو حق الغثيان أنت بكرامه هذه الأمور. والطبيب أو المستشفى أقر بهذا؟ يعني قال لها إنه سبب الدواء اللي أعطي لك؟ والله المشكلة مو الطبيب والمستشفى، هذه بعد فترة رحت وأنا حاليا في هذه السنوات رحت للدكتور، فهو اللي أخبرني وقال لي سأل الوالدة، وسألت الوالدة قالت نعم صحيح، وهو ما استخدمته إلا هي حامل فيني أنا بالحال يعني من دون أخواني، وأنا طبعا بكر الوالدة يعني. نعم. الله يحفظهم لك ويحفظك لهم يا رب. الله يسعدك يا رب. طيب والله بصراحة هذه الحالها قصة، يعني هذه الحالها قضية، يعني لأنه كان يفترض إنه ما يصير مثل هذا الخطأ. الحمد لله لكل حال. طيب عبد الإله، اللي يشوف مسار حياتك ما شاء الله، أنت درست وتخرجت وتمارس كل شؤون حياتك يعني بطريقة خلني أسميها فريدة، يمكن ما تخطر في ذهن الواحد. مرحلة الدراسة حدثني عنها. والله مرحلة الدراسة بدأت في المرحلة الابتدائية في مؤسسة رعاية الأطفال المشلولين، مؤسسة خاصة من تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو المشرفة عليها، فكنت أدرس تحت كادر نسائي، وما شاء الله تبارك الله يعني درسونا ولم وحسونا أن عيالهم مو طلاب عندهم، ولا حسونا بإعاقة ولا حسونا بشيء، فهذا أعطاني حافز لنتقدم للمتوسطة والثانوية، والحمد لله ما واجهنا شوي صعوبات وتعدينا وتجاوزناها. ثم انتقلت للجامعة، دخلت إلى جامعة الإمام ودرست هناك خدمة اجتماعية، هنا أخذت والحمد لله حصلت على شهادة البكالوريوس فيها. ما شاء الله تبارك الله. متى كانت؟ في تخرجت في عام 2015. ما شاء الله تبارك الله. أثناء الدراسة كيف كان دعم الناس اللي حولك؟ أتكلم عن المعلمين المعلمات اللي كانوا في البداية. والله كلهم صراحة يرفع لهم القبعات صراحة، كلهم كانوا يعني أقول لك أساتذة، وفي مقام المعلمات في مقام الأمهات، والمعلمين في مقام الأب يعني.
عظيم وانت تستاهل. طيب لما رحت للدكتور عبد الإله وصار الحديث بينكم عن الأسباب وكذا، هل طرحتم مع بعض حلول علاجية مثل أطراف صناعية مثلا أو عمليات معينة وغيرها؟ والله الأطراف الصناعية هذه جاءت بأمر من صاحب سمو الملك الأمير القائد بن سلطان عندما انتشرت لي صورة في تويتر وأنا أكتب في الجامعة. فبأمر منه إلى على حساب الخاص من مدينة أمير سلطان الإنسانية. ما شاء الله جميل. نعم صرفوا لي أطراف صناعية. يدين. يدين أطراف نعم. حلو. لكنها زينة قالوا لي في المستشفى. ويوم ركبتها واستخدمتها الله يعطيهم العافية يعني، بس إنها ما ناسبتني لأنها في يدين وزينة في الأخير ما تخدم شيء. فقلت الحمد لله أنا أكون كذا خفيفا لطيفا يعني، يعني هي شكلا فقط يعني ما ما تساعد على أي حركة. لا لا ما تساعد، بس قالوا لي عشان تهيئ للناس اللي يشوفك يشوف عندك أطراف أطراف ما يشوفك بدون أطراف. فأنا قلت الحمد لله أنا إذا على كذا راضين بالقضاء والقدر يعني ما إحنا زعلانين أبد. الله عليك. طيب طيب في حلول علاجية لأطراف صناعية ممكن تخدم؟ والله سمعت إن في أطراف طبيعية يعني قد ينتشلونها من أشخاص وكذا في الهند، سمعت إنه في زي كذا، وفي وما ندري وفي أطراف صناعية يعني آلية لكن يقولون إنها ثقيلة وفيها وقد تكون فيها حلول وقد لا يكون، لكن أنا الحمد لله يعني إن شاء الله ما أكون محتاج لأطراف صناعية ولا أحتاج لشيء بمساعدة المجتمع اللي حولي. يا سلام سواء عليك. سواء الأهل والأخواني نقول. عبد الإله خلصت مرحلة الجامعة، ماذا بعد الجامعة؟ هل جربت العمل؟ هل عملت في مجالات؟ والله للأسف عملت في مجال واحد فقط اللي هو أخصائي اجتماعي في 2019 قريب قريب نعم إيه؟ وتعطل العمل عن تعطلنا عن العمل بسبب الجائحة، الله يعديها إن شاء الله بيسر سهولة بإذن الله. وعندما أقدم كنت على الشركات من أول ما تخرجت إلى يومنا هذا كل مدير شركة أو مدير توظيف ينظر إلي نظرة دونية للأسف. نظرة إيش؟ دونية، إنه أنت إيش بتقدم؟ وأنا كنت أقول لهم الحمد لله الله أخذ مني اليدين لكن عوضني برجلين الحمد لله، أقوم يمكن ما يقوم به أصحاء ويقومون به أصحاب ترى يدين يعني وكل شيء. وأنا قادر إني أعمل. أنا والدليل إنك إيه؟ عملت في 2019. الدليل إني عملت نعم والحمد لله. وفي 2019 أصلاً يوم عملت المدير جزاه الله خير ومشكور ما والله يمسيه بالخير شافني قال لي أنا والله بوظفك عشانك أنت، عشان إعاقتك هذه أبغاك تتحدى نفسك فيها وتدخل في المجال هذا وشهادتك وإنك طلعت شهادة. والحمد لله طلعت دخلت وكنت من أفضل يعني تقريبا الكادر وزاملتهم كلهم الحمد لله زملائي والآن أصبحوا أصدقاء ونتقابل فترة وفترة حتى إحنا كلنا خارج العمل. وش اللي يمنع العودة إلى هذا العمل الآن؟ والله هو العمل الآن توقف تماما يعني بسبب كورونا. بسبب كورونا المنشأة كلها أغلقت يعني. طيب بحث عن فرص عمل أخرى عبد الله؟ بحثت. كانت نفس النظرة اللي قلت عليها ونفس الرد يقولونها لك مباشرة؟ تلميح ويقولونها يقولون إن شاء الله خير إن شاء الله خير. وبعضهم والله قد قالوا لي أنت شو تسوي؟ أقول لهم أنا الحمد لله يعني أستطيع أني أمسك أسمع أشتغل على الكمبيوتر، أستطيع أني يعني كل شيء الحمد لله أستطيع له. تجاوزت الجامعة قلت لهم تجاوزت مراحل في حياتي صعبة والحمد لله تجاوزتها، ولكن يقولوا لي إن شاء الله خير يعني على الأقل جربوني يعني إذا أنتم شاكين على الأقل جربوني. أقولهم جربوني ثلاثة شهور حتى ما عندي أي مشكلة. الله يرزقك عبد الله، وحقيقة أتمنى أنه تتغير هذه النظرة وهذا التعامل ويصير في تعامل أفضل يعني في هذا الجانب بإذن الله إن شاء الله. إيش رأيك نوري المشاهدين والمشاهدات وأصحاب الشركات هذولا نوريهم نموذج عملي لك إذا تسمع؟ أتشرف. عبد الله بروحه الكبيرة يعني قبل أننا نزوره في منزله أننا نشوف كيف يقود السيارة، كيف يتصفح الكتب لأنه هو يحب القراءة، وأصلاً طريق تعرفنا على عبد الإله هو القراءة كانت، كيف يرد على جواله، كيف يمارس حياته الطبيعية، وبنوريكم الآن هذا الفيديو اللي صورناه مع عبد الإله وهو يقود السيارة ويتصفح الكتاب ويرد على جواله وأشياء أخرى، خلونا نشوف.
الحياة لا تقف على ذراعين، والله حالة من الإلهام الكبير عبد الله، الله يقويك ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك يا رب. وش أبرز الصعوبات اللي ممكن تواجهك؟ يعني ما شاء الله أنا شايف أنك قادر تذلل كل ما يواجهك. الله أبرز الصعوبات؟ إيه الحمد لله لا توجد صعوبات يعني قوية، نتجاوزها كلها الحمد لله بالعزيمة والإصرار إن شاء الله. جميل. نعم. شغفك في القراءة، وش أهم وأبرز الكتب اللي تحب تطالعها واللي أثرت فيك؟ والله قرأت الآن الكتاب حتى اللي طالع كتاب ملهمون، أتمنى أني أكون أحد الملهمون هؤلاء اللي للأستاذ صالح الخزيم الكاتب، وأيضا أقرأ في روايات. نعم. وقرأت كذلك في فن اللامبالاة، كتب تطوير الذات تقريبا يعني كلها أحب أقرأها. جميل جدا. طيب احنا تكلمنا على موضوع العمل. نعم. وانه يعني ما زال عائق الى الان وبعض الشركات المؤسسات، ايش غيره من الاحتياجات او الامال والاحلام اللي يتمناها عبد الاله اليوم؟ الاحلام والامال، والله مثل ما اقول لك انا اتمنى اني اكون على راس عمل اضمن فيه ان شاء الله مستقبلي ومستقبل وظيفي رائع، واتمنى اني اكون نقطه ايجابيه في حياه الناس، هذا الشيء أنا أتمنى صراحة. جميل. أما إن هذه الثانية فأنا واثق أنك ستصل إليها إن لم تكن وصلت. الله تسمح لي عبد الله أخذ فاصل وارجع أكمل حواري معك. أخذ راحتك. فاصل ومكمل. حياكم الله مجددا في هلا ضيفي الشاب الجميل عبد الاله با وزير. عبد الاله رحب فيك مجددا. الله يحييك عبد الاله. معنا مجموعه من الصور بنستعرضها ونسمع تعليقك عليها اذا تسمح لنا. ابشر. طيب خلونا نشوف يا شباب اول صوره لعبد الاله وناخذ تعليق عبد الاله معنا. هذه اول صوره يظهر فيها الاستاذ سالم الهندي والفنان العرب محمد عبدي، وش تكلمنا عن هالصوره؟ هذه من الصور العزيزه على قلبي جدا، هذه يا طول عمر في حفله عيد الفطر 2017. اي نعم، اتاح لي الاستاذ الله مشكورا الاستاذ سالم الهندي ابو فواز، قال لي تعال عشان اصورك مع الفنان العرب محمد عبده، وهذه كانت امنيه لي صراحه من طفولتي، واخذ جوالي الله يعطي العافيه. يا سلام. فتح لي الرمز. انت تستاهل وكل الشكر والتحيه والتقدير للاستاذين الاستاذ سالم الهندي والاستاذ محمد عبده. اكيد. نشوف الصوره الثانيه مع الفنان عباد الجوهر. الفنان عباد الجوهر هذه ايضا هذه عزيزة وغالية، هذه طلعت لي من نفسهم من المذيعين هم اللي صوروني وحطوها في تويتر، فهذيك الفترة أنا صراحة كنت أقعدهم طاير من الفرحة، ما أقدر، ما شعوري لا يوصف من الفرحة. مين اللي تسمعه أكثر، محمد عبده ولا عبادي الجوهر؟ والله أكيد محمد عبده صراحة. أنا من عشاق محمد عبده. هذه كان عام كم مع عبادي الجوهر؟ في نفس السنة في 2017. أيه؟ نفسها كانت حفلات العيد عيد الفطر. جميل جدا. أيه. نشوف الصورة الثالثة. هذه واحدة من الصور الملهمة بصراحة، خليني أسميها. هذه كانت في الجامعة عبد الإله. الجامعة. نعم. التقطها لي الدكتور المشكور مساعد الطيار. نعم. دكتوري في الجامعة كان مدرسيني. إيه. فما شاء الله عليه قال لي أبدا أبغى أطلعك أنا واجهة للجامعة وقد تكون واجهة للمجتمع كامل. هذه كان في اختبار ولا وشو؟ إيه كان في اختبار، وما شاء الله هو دخل قال لي أنا أبغى أصورك، وما كان هو مدرس المادة لكن قال لي بصورك، قال لي قد تكون واجهة للجامعة وواجهة للمجتمع، فقلت له خذ راحتك الله يرضى عليك. وانت سأل فكرة الكتابة بالأرجل عبد الإله. نعم. انت من اولى ابتدائي تعلمتها ولا لا ولا لما؟ من قبل اولى ابتدائي. من قبل؟ اي نعم. الوالدة الله يحفظها ويخليها لي. امين يا رب. اي نعم، ويخلي لكم والدينكم. كانت تدرب كيف؟ كانت تدربني من يوم طفل صغير، من عمري يمكن 5 سنوات، على مسكة القرام، على نعم الله يحفظها يعني أصلت عليه. الآن أنت واصل ما شاء الله لمرحلة التمكن، يعني أقصد أنك تكتب برجولك بدون ما تصير مشاكل، بخط واضح. الحمد لله خط واضح كل شيء ولله الحمد، وليعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى والله للوالدة. الله يحفظها لك ويبارك لك فيها يا رب، ويرزقها برك ويرزق رضاها يا رب. الله يسعدك. ونوجه لها تحية من هنا على الهواء ووالدك العزيز أيضا. والدي العزيز. نعم صحيح، والدي هذا من الأقربون، أخي ووالدي وصديقي وكل شيء في حياتي. نعم الله يحفظهم جميعا. امين يا رب. وان شاء الله ان شاء الله مع الكتابه هذه انه نشوف كتابه قريبا باذن الله. والله هذه الفكره ترى طرحها لي الله يرحمه صديق لي الاستاذ صالح الجنادل. ايه. قال لي الف كتاب عن حياه مسيره حياتك.
فقلت لي عم صالح انا للان ما هو كبير في السن الله يرحمه إيه؟ وتوفى مع الجائحه. قلت له انا ما اشوف نفسي انجزت. قال لي لا انت منجز من اول ما ولدت وانت في تنوي بيبقى. اصدار كتاب باذن الله. هذه الرغبه كانت اقول لك العم صالح الله يرحمه باذن الله اني احققها له يا رب. طيب بنرجعك شوي لطفولتك ها تسمح لنا احنا رجعناك للدراسه الحين بنرجعك للطفوله. خلونا نشوف الصوره اللي بعدها. هذه الصوره في صحيفه الرياض وش سالفتها وش حكايتها؟ هذه الصوره والله من اداره المدرسه كانوا يبغون شافوني نموذج مع اني كنت مدرسه معاقين بس قالوا انت النموذج يعني اللي ينفع نطلعك في الاعلام وفي الجريده. في اي مرحله كانت؟ في اولى ابتدائي. يا سلام. والكرسي هذا اللي تشوفه من ابتكار الوالده بعد الله يحفظها ما شاء الله. اي نعم عشان هو كرسي بالطاوله على طول كذا يعني ارضي على قولتهم. عظيم. لسه معنا صوره يا شباب. في صوره معنا مهمه جدا ما ادري اذا جهزت ولا لا. طيب الصوره ما تجهزت بس بسالك عنها. طبعا نهنئ ونبارك لعبد الاله انه دخل هم يسمونه القفص الذهبي وعبد الله عريس جديد من 4 أشهر تقريبا. كان معنا صورة ليوم فرحك كنا بنعرضها لكن في إشكالية في عرض الصورة. فنبارك لك ونهنيك وإن شاء الله لك حياة زوجية سعيدة. الله يبارك فيك وعقبالك إن شاء الله أنت. إن شاء الله يا رب. طيب عبد الإله إحنا عرفناك في البرنامج عن طريق الدكتور أحمد العرفج. طبعا كل الشكر والتحية والتقدير للدكتور أحمد العرفج وكان له فضل كبير في تنسيق هذه الفقرة. صحيح. كيف توصفنا علاقتك بالدكتور وكيف عرفتوا بعض؟ والله أنا علاقتي أنا اللي أعرفه هو قبل ما يعرفني هو. أنا أتابعه في التواصل الاجتماعي وما شاء الله يومياته جدا ملهمة صباحيات يعني حتى يعطيك أمثلة في الصباح ويعطيك حوافز وقراءات للكتب. وهو ترى من ضمن الناس اللي يحفزوك على القراءة يعني حتى أقرأ لو 10 دقائق لو تقرا ساعة لو تقرا ساعتين ما شاء الله على الدكتور. والمشي أيضا ما شاء الله تبارك الله يعني يخلي هو كل أنشطته متعلقة بالذاكرة وبتطوير الذات. فأنت تشوفه مدرسة في التطوير. وتحياتنا للدكتور أحمد العرفج وأنت اتحادي مثل العرفج. اتحادي مثل العرفج ومحب محمد عبده مثل العرفج أيضا. طيب مبروك لك فوز الاتحاد. الله يبارك فيك. إذا لك رسائل أخيرة بالعادة أسميها لضيوفي تغريدات صوتية ما هي؟ رسائل أخيرة. طيب أبشر. والله أول شيء أتمنى أن ينظر الناس يعني المعاق الحمد لله هم من الآن ينظرون من نظرة الدنيا لكن ينظرون أصحاب العمل المعاقين أنهم موظفين ويشتغلون وكل شيء وأنهم ينظرون لهم بقلوبهم قبل لا ينظرون لهم بتوجيهات الجهات الحكومية. يعني مثلا في بعض الجهات الله يجزاه خير يعني نوظف المعاق ووظف المعاق أتمنى أن نفسهم أصحاب العمل هم اللي يوظفونه هم اللي يسعون لهذه المبادرات. وعندي وهذا وكذا. هذه الرسالة الأولى. هذه الرسالة الأولى. الثانية مو رسالة، الثانية شكر طبعا لي. شكر أول شيء لكم أنتم يا أخي. لا أبد هذا واجبنا وأقل من واجبنا. أي نعم. وشكر أيضا لهيئة الترفيه ممثلة بمعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي صراحة دائما يسعدنا وفي كل المجالات. وإن شاء الله حتى موسم الرياض القادم إن شاء الله يكون غير حاجاتهم إن شاء الله بإذن الله. إيه نعم بدعم سيدي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللي أنا صراحة عندي لقب في نفسي أطلقه له وهو قدوة القادة. لأنه ما شاء الله تبارك الله حتى يوم تشوف الشعوب الأخرى كل شعب كل شخص يقول لك أتمنى أن يكون لنا قائد مثل محمد بن سلمان نسخة من محمد بن سلمان في جميل بلادهم. الله يحفظ الأمير محمد بن سلمان يا رب. الملك يا رب. آمين يا رب. أخيرا وهذا السؤال يعني حبيت نختم فيه لأنه أعرف أنك ممتن لكثير من الأصدقاء اللي حولك. نعم صحيح. اللي كانوا معك مين هم وش تقول لهم؟ والله جميع أصدقائي أنا يعني طبعا من أقاربي مكون لي علاقات هذا وأصدقائي كلهم الحمد لله أخوان وأكثر من أخوان. إيه نعم أقول لهم الله يحفظكم ويدوم صداقتنا إن شاء الله أكثر وأكثر بإذن الله. ويدوم العلاقة. الصديق الجميل اللي جاي معك في الكواليس خالد سعيد هو يسمعنا الآن وأمامنا. وش تقول لخالد؟ عاد أقول الله يحفظك إن شاء الله ويسعدك وصاحب أفضال علي كثيرة هذا طبعاً. الله يديم صداقتكم. يمكن الجمهور يشوفوننا على الشاشة بس ما يشوفون الكواليس. واهتمام خالد ورعايته وعنايته فيك وانت تستاهل عبد الإله ملهمنا وتعطينا كثير من القوة والإرادة. الله يقويك ويحقق لك كل أحلامك. الله يسلمك يا رب. أنا اللي والله تشرفت بوجودي معكم ووجود لقائي فيك يا أستاذ مفردح
وابد ان شاء الله ما تكون الاخيره قالتهم ان شاء الله باذن الله ابد المكان مكانك وحياك الله دائما. شكرا جزيلا. شكرا لعبد الاله. شكرا لكل من تابع هذه الفقره. كما قلت في المقدمه ساقول في الخاتمه ان الاراده يمكنها دائما ان تصنع المستحيل. فاصل اشوفكم. هل يصيب الزهايمر الشباب؟ هذا السؤال ليس تهكميا، لأن الواقع العلمي الطبي البحثي لديه كثير من الكلام ربما يكون مفاجئا في هذا الجانب، وهي مناسبة لأن نكرر الدعوات لكل مرضى الزهايمر بالشفاء والصحة والحياة الكريمة. سنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفي الذي ينضم إلي عبر زوم الآن، الدكتور محمد القويفلي، وهو استشاري طب المخ والأعصاب وأستاذ طب المخ والأعصاب المشارك في جامعة القصيم. دكتور محمد مساك الله بالخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور، يا هلا. خليني أبدأ بسؤال المقدمة. الزهايمر هل ممكن بالفعل أن يصيب الشباب أو يمكن أن يصاب به شخص في عمر متقدم مبكر اي نعم، ممكن الإصابة بالسن المبكر. طبعا السن المبكر يعتبر اقل من 65 سنة، يعتبر هذا الزهايمر مبكر، اقل من 65 سنة. ممكن الإصابة بعمر 30 و40 الى اقل من 65 سنة. الاسباب تكون بالعادة وراثية، جينات مسؤولة عن سبب الزهايمر المبكر. اوف يا دكتور، تسمح لي بس اوقفك عند هذه المعلومة اللي اتوقع انها مفاجئة. في سن الثلاثين يمكن ان يصاب شخص بالزهايمر؟ إذا كانت المورثات الجينية موجودة بالعائلة كإصابات زهايمر، نعم ممكن الإصابة بالزهايمر بسن مبكر. طبعا يعتبر مبكر إذا قلنا أقل من 65 سنة، لأنه الزهايمر السن الطبيعي للإصابة بالزهايمر أكبر من 65 سنة. وطبعا في عوامل وراثية، أيضا في أمراض ثانية ويكون الزهايمر فيها أعلى ويحدث مبكر، مثل متلازمة داون. يعني وحصلت لأشخاص في سن الثلاثين والأربعين؟ أي نعم، طبعاً النسبة قليلة، 5% فقط. 5% من يكون أقل من 65 سنة. على مستوى العالم إحنا نتكلم، ها؟ يعني على مستوى الإصابات، نعم. طبعاً الزهايمر هو واحد من أمراض الخرف، يعني في أمراض ثانية بالخرف ممكن تصيب صغار السن غير الزهايمر، لكن إذا الكلام عن الزهايمر فقط، الغالبية أقل من 65، لكن ممكن الإصابة فيه بالسن المبكر إذا كانت المورثات الجينية موجودة بالعائلة. وش هي أمراض الخرف الأخرى التي يمكن أن تصيب الشباب الله يحفظ الجميع؟ في أمراض زي ضمور الفص الأمامي والصدغي، مرض معين، مرض اسمه بيكس ديزيز، مرض ديبك، ممكن تصيب الصغار اللي أقل من 65. وأسبابها بالعادة وش هي؟ ضمور خلايا المخ، في أسباب وراثية لها وفي أسباب بيئية. طيب دكتور، على مستوى المملكة العربية السعودية هل هناك إحصائية واضحة لعدد المرضى المصابين بالزهايمر الله يشافي الجميع؟ طبعا الإحصائيات قليلة كإصابات وكتفريق بين الإصابات كرجال ونساء بالسعودية، لكن الإحصائيات أغلبها تدور من 130 ألف إلى 150 ألف مصاب بالسعودية. من 130 ألف إلى 150 ألف مصاب السعودية. طبعاً إذا أخذنا إحنا الزهايمر هو مرض كبار سن، الغالب يكون أكبر من 65 سنة. إذا أخذنا إحصائيات لجنة الإحصاء السعودية للأعمار اللي أكبر من 65 سنة بالسعودية، السعوديين تقريباً عددهم 850 ألف سعودي، هذول أشخاص أكبر من 65 سنة. فهو متوقع إن لو كانت، يعني لو كان دقيق البحث والاستقصاء بالمرضى هذول ممكن تكون نسبة أعلى كمصابين، لكن الإحصائيات 130 إلى 150 ألف. طيب أنتم بنظرة علمية وبحثية وطبية، هذا العدد لدينا في السعودية بنسبة وتناسب مع عدد كبار السن أو مع عدد السكان إجمالاً، كيف يصنف علمياً؟ طبيعي، عادي، كثير، قليل؟ هو مقارب. إذا عرفت أنه الإحصائيات تختلف من الدول، حسب دول نامية، حسب مستوى التعليم، حسب الرعاية الصحية، فتختلف الإحصائيات من الدول على الأسباب هذه. إذا قارن السعودية تقريبا حسب الإحصائيات اللي موجودة، الأرقام متقاربة من بين السعودية والدول المجاورة لها،
ومقاربة للأرقام العالمية. عالميا عدد المصابين وصل 50 مليون. طيب 50 مليون مصاب. طيب يعني من خلال حديثك أنه 5% فقط على مستوى العالم يصابون في سن مبكرة يعني شباب، والغالبية من بعد سن 65. هل هنالك أشياء صحية وقائية يمكن أن تتبع مبكرا لاتقاء الإصابة بالإزهايمر؟ طبعا أهم سؤال والله الموضوع كله هو الوقاية، وهو أهم سؤال. في أشياء نقدر نغيرها وفي أشياء ما نقدر نغيرها تسبب الإصابة. الأشياء اللي ما نتحكم فيها العمر، ما نقدر نتحكم فيه، كل ما زاد العمر زادت نسبة الإصابة. الجنس طبعا عالميا مشاهد أن النساء أعلى إصابة من الرجال، حكما النساء يعيشون أطول من الرجال، والعمر هو العامل الأساسي بالإصابة. الآن المورثات الجينية ما نقدر نتحكم فيها، فهذه من الأسباب اللي ما نقدر نغيرها. لكن الأسباب اللي نقدر نتحكم فيها هو النشاط الذهني، مواصلة التعلم، تحفيز الدماغ، تعلم مهارات، تعلم لغات، تعلم هوايات جديدة، تحفيز النشاط البدني، ممارسة الرياضة بشكل منتظم. طبعا أغلب السعوديين يمشي لكنه فعليا ما يكون رياضي. المشي لازم يكون مشي سريع، تحس بضربات قلبك ويعرق جسمك، 30 دقيقة يوميا، هذا المشي اللي يحسب رياضة. المشي العادي ما يحسب رياضة، وهذا يعتبر نشاط بدني. كذلك النشاط الاجتماعي، الإنسان بطبع اجتماعي، اللقاءات، الاجتماعات، المناقشات، الأعمال التطوعية، كلها تحفز، كلها تساعد إن الإنسان. الأكل الصحي، وطبعا الأكل الصحي فيه الفواكه، الخضروات، الأسماك، زيت الزيتون، كلها عوامل صحية وأساسية بصحة الدماغ. نعم. كذلك تجنب التدخين. التدخين قد يكون أحد أسباب الإزهايمر؟ من المسببات. طبعا التدخين يدخل بأنواع من الخرف الثانية غير الزهايمر، أيضا يسبب خرف، نقص التروية الدماغية، نوع ثاني من الخرف يسبب. كذلك التحكم بالأمراض المزمنة، الضغط، السكر، الكوليسترول، كلها تسرع الإصابة بالزهايمر. طيب دكتور، في معلومة ذكرتها قبل شوي أنت تتكلم تقول أنه النساء على مستوى العالم أعلى إصابة من الرجال، وش صحة هذه المعلومة؟ يعني أقصد وش نسبتها؟ هو عالميا النساء يعيشون أطول من الرجال كعمر، بحكم أن الوفيات، أسباب الوفيات، إصابات أمراض القلب، أمراض جلطات الدماغ أكثر بالرجال. كذلك المدخنين، الرجال أكثر مدخنين، والأمراض اللي لها علاقة بالتدخين راح تكون أكثر بالرجال. حوادث السيارات والإصابات أكثرها بالرجال. لذلك العمر تقريبيا يعني النساء يعيشون أطول عالميا. النسبة ملاحظة الإصابة بالنساء ما هي يعني برقام كبيرة، لكنه ملاحظ أن النساء يعيشون أطول، والعامل الأساسي بالزهايمر هو العمر. فكل ما طال العمر زادت نسبة الإصابة. نسبة الإصابة بعمر 65 سنة تقريبا 1%. النسبة هذه ترتفع كل 5 سنوات للضعف، تصل النسبة 40% تقريبا بعمر 90. طبعا بالسعودية ما في دراسات تبين أنه نسبة المصابين نساء ورجال أيهم أكثر، لكن الإحصائيات السعودية، الإحصائيات تقول أنه 850 ألف شخص سعودي عمرهم 65 سنة، الرجال منهم 48%. حسب إحصائيات مركز. طبعا أنا جالس في الحلقة دكتور أقول الإزهايمر بهذا النطق، لأني أذكر قرأت رواية لغازي القصيبي الله يرحمه بهذا العنوان، وكان حاط همزة في البداية، وكان كاتب في المقدمة أن النطق العلمي الإنجليزي أصل للمرض بهذه الطريقة الإزهايمر. هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟ صحيح، الله يرحم غازي القصيبي. آمين. والمعلومة صحيحة طبعا. المكتشف المرض، بس علشان ما حد يستغرب النطق يعني أنا أذكرها يعني، فهو الإزهايمر. إيه بالضبط، المكتشف هو ألماني اسمه أليوس ألزهايمر. الـ هذه ما هي آل التعريف العربية، اسمه ألزهايمر بالشكل هذا. فنطق الزهايمر نطق صحيح. صحيح، الزهايمر هو النطق الصحيح، كلمة زهايمر هي الكلمة الغريبة. طيب شكرا جزيلا لتصحيحك دكتور. ماذا عن نقطتين؟ الأولى العلاج بالنسبة للمريض نفسه، والثانية طريقة تعامل الناس اللي حوله كيف يجب أن تكون. طيب بخصوص العلاج، للأسف الأدوية المتوفرة حتى اليوم أغلب يعني الأدوية المتوفرة هي أدوية تبطئ تدهور المرض وتساعد تحسن الأعراض فقط، لكنها ما تشفي من المرض. الآن
طريقة التعامل يعتمد على المراحل. الأهل والناس اللي يقدمون الرعاية لمريض الزهايمر هم خط العلاج الأول بصراحة، وهم الناس اللي عليهم مسؤولية كبيرة، صاحبهم ضغوط نفسية وضغوط مالية وضغوط عصبية بسبب العناية بشخص عزيز عليك وصل لمرحلة أنك تعتني فيه كأنك تعتني بالطفل، يعني تشوف أمك وأبوك في المرحلة هذه، وزيادة عليها أنه هو ما يعرفك في المرحلة هذه. العناية صعبة ومؤلمة بصراحة للناس القريبين للمريض. الأشياء اللي تساعد بالعناية بمريض الزهايمر توزيع المهام على الأفراد، على أهل البيت اللي يقدرون يعتنون بالمريض هذا، توزيع المهام وعدم إشغال شخص واحد طبعا يأثر على مستوى الدراسي أو الوظيفي أو حتى نسبة أنه يحصل وظيفة إذا كان هو الشخص الملتزم بالرعاية الطبية لشخص لمريض زهايمر. المريض الزهايمر ممكن يمر بمراحل كثيرة، يمر بتهيؤات، يتهيأ لأشياء، يشوف أشياء ما يعني بالنسبة له هي موجودة، أشخاص موجودين معه بالغرفة حقيقة هم موجودين معه. فنتجنب الجدال، نتجنب أنه نقنع أنه هذا الشيء ما هو موجود وهذه تهيؤات، لأنه بالنسبة له هذه حقيقة. فالأفضل أنه إشغاله وتشتيت تفكيره عن الموضوع هذا كعناية بالمريض. إذا تسمح لي أوقفك عند هذه النقطة دكتور، نتجنب ولا نمشي معه على تهيؤاته ولا نفندها له ونقول له غلط ولا إيش؟ يعني لو أحد المصابين بالإزهايمر موجود وكبير في السن وجالس يتكلم عن تهيؤات غير موجودة على أرض الواقع اللي حوله، كيف التعامل الطبي السليم مع الحالة، مع هذه المرحلة بالذات القصص والحكايات؟ التعامل السليم طبعا هو بالنسبة له هو يشوف الشيء هذا طيب وهو مقتنع أنه موجود. مجادلته بالموضوع هذا مزعجة له، ومرضى الزهايمر يصاحبهم تقلبات مزاج حادة، يصاحبهم عناد، يصاحبهم عصبية بالتغيرات السلوكية اللي تصاحب المرض نفسه. فلذلك الأفضل تشتيته عن الفكرة هذه، يعني إذا قال في شخص بالغرفة نفتح موضوع ثاني، نحاول نشتت عن الموضوع هذا. طبعا إذا كانت الأشياء اللي يشوفها مخيفة، وحوش، أشخاص مخيفين، حيوانات، ثعابين، أشياء زي كذا، الأفضل استخدام العلاج الأدوية اللي تقلل الهلوسة البصرية اللي هو يشوفه، ولأنها تسوي له قلق، توتر، وخوف. طيب النقطة الأساسية بعدها، طبعا هو مشهور عن مريض الزهايمر أنه يتقلب خلال اليوم بالعصبية والعناد، تقلبات المزاج. فإذا تطرح عليه شيء المفروض يكون اقتراح، يعني إيش رايك نروح، إذا مثلا تبغى يتروش تقول إيش رايك نروح الآن تتروش دش بارد. إذا رفض الموضوع الأفضل أنك تنتظر وتطرح الموضوع مرة ثانية بعد فترة عشان يتقبل الموضوع هذا. يا سلام. ما تعطي أمر مبالغ أنه الآن لازم يصير شيء هذا، لأنه راح يدخل مرحلة هنا. طبعاً معروف عن مريض الزهايمر ممكن يكون شخص واحد بالعائلة وأقرب شخص له ويرتاح له ويسمع كلام. حلو. طيب يا دكتور، الآن إذا مريض الزهايمر ما تذكرك أنت ولده ولا أخوه، يعني الله يرفع الشر عن الجميع، كيف طريقة التعامل معه؟ هل لازم تلح عليه وتحاول تذكره فيك ولا لا؟ هذه ما هي طريقة صحيحة؟ هي مؤلمة بصراحة، مؤلمة للشخص القريب، للأخ أو للابن، هي مؤلمة. لكنه هو إذا ما يتذكر الموضوع هذا ما يتذكر الأشخاص. طبعا في جزء عاطفي، ارتباط عاطفي راح يظل موجود، يحس أنه في أحد يهتم فيه ويراعيه، وهو راح يرتبط بالرابطة العاطفية ما زالت موجودة. لكن طبعا تذكيره واختبارات انه من هذا ومن هذا ما هي مجديه بصراحه. وش التصرف الصحيح طبيا في هذه الحاله؟ هو راح يكون في ارتباط عاطفي، هو راح يرتبط بشخص، والدليل انه كثير من مرضى الزهايمر يرتبطون بشخص واحد بالبيت، يعني الشخص هذا يسمعون كلام، قد يكون اصغر واحد من الاولاد، قد يكون العامل المساعده بالمنزل، فممكن يكون ارتباطه بشخص واحد. طيب بلاش الأسماء الأشخاص، محاولة مساعدة مريض الزهايمر على التذكر لبعض المواقف، لبعض الأحداث، لبعض، هل هو إجراء صحيح ولا لا؟ طبعا تدخل بتحفيز الدماغ، وهذه يعني من الأشياء اللي يستمتع فيها مريض الزهايمر، اللقاءات مع الأصدقاء، اللقاءات مع الأهل. إشكالية مرضى الزهايمر الله يشفيهم أنه الأعمار هذه يكون فقد الكثير من الأصحاب لما نكون بالمراحل هذه. المراحل المبكرة فيها تحفيز، يعني المرحلة الأولى، المرحلة المبكرة فيها تحفيز كبير للدماغ، إنك تأخذ الأماكن اللي يعرفها، للمتاحف، للمزرعة إذا كان عنده مزرعة، الأماكن القديمة اللي هو يعني عاش حياته فيها. حلو. فما يستمر التحفيز، لكن بالمراحل المتقدمة طبعا الزهايمر يمر بثلاث مراحل،
المراحل المتقدمة ما يكون متعاون، هو يكون أغلب الوقت ممكن يكون متخربط نوم، أغلب الوقت نايم، ما هو متفاعل أصلاً مع اللي حوله. طيب دكتور، إذا لك رسالة بالعادة أنا أسميها لضيوفي تغريدة صوتية كذا مختصرة أخيراً، بالذات للناس الذين يرعون في منازلهم مصابين بالزهايمر، وش تقول لهم باختصار؟ والله أقول لهم صراحة أنه احتسبوا الأجر وفرصة لرد بعض المعروف للناس هذولا، وهم يمرون بظروف صعبة المجتمع يجب أن يقدرها. الراعي الأساسي للزهايمر أو المرافق الأساسي للزهايمر هو الشخص الأساسي بالرعاية الطبية. الله يكتب للأجر، يعني هو الشخص يمر بظروف قد توصل لمراحل اكتئاب، 50% يوصل لمراحل اكتئاب إذا كان هو الشخص الأساسي. ضروري أنه يخدم نفسه. نعم نعم دكتور محمد القويفلي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. نصائح طبية وعلمية وبحثية بصراحة مهمة جدا. أسأل الله لكل مصابي الزهايمر الشفاء والصحة والعافية، وأن يستطيعون أن يتعايشوا أو ينسجموا أو يتجاوزوا هذه المراحل بإذن الله تعالى، والعون والتوفيق والأجر لكل من يرافقونهم في مثل هذه المرحلة العلاجية. قبل ما أنهي هذه الحلقة بس أبغى أكد على نقطة في واحد من الأخبار اللي ذكرناها واللي تحدث عنها اليوم المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبد الرحمن الحسين في المؤتمر الصحفي. هنالك تطبيق اسمه تجاري، هذا التطبيق اليوم يعلمك بصدق مين المتاجر والأماكن اليوم اللي عندها تخفيض حقيقي، واللي بس جالسة تستغل بعض المناسبات مثل اليوم الوطني وهي ما عندها تخفيض ومجرد تسويق إعلامي وهمي أو غير حقيقي. تطبيق تجاري يعرفك مين الصادق من غير الصادق، وتستطيع أنك تتعامل مع صاحب التخفيض الصحيح وتبلغ عن اللي يحاول يستغل أي مناسبة ويعلن عن تخفيضات وهمية. ثقافتنا العامة المجتمعية في هذا الموضوع وتعاوننا فيه مهم جدا. هنا انتهت حلقتنا من يا هلا اليوم، أشوفكم بكرة فأمان الله.